في خلفية كل هذه الموضوعات اللي طرحت في قمة محيط واحد، احنا كمان عندنا بعض الأسئلة اللي محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عنها، مش بس في العلاقات المصرية الفرنسية، لكن في رؤية العالم لهذه المبادرات والفعاليات وتأثيرها. متشرفين أنه معنا أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. مساء الخير عليك أستاذ عماد. مساء الخير يا فندم، وعليك وعلى كل السادة المشاهدين. أستاذ عماد، قمة محيط واحد يمكن إحنا متابعينها من الجانب المصري بمشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته وكلمته النهاردة، لكن كمان إحنا محتاجين كمان نفهم تفاصيل وخلفيات إجراء هذه الاجتماعات الدولية اللي على مستوى كبير، وإيه الأمور الأساسية المطروحة على أجندة هذه القمة؟ القمة دي هي سلسلة من تحركات فرنسية ودولية، بس فرنسية بالأساس، لمعالجة ظواهر التغير المناخي وتأثيرها الخطير على العالم ومستقبل العالم. نعلم أن فرنسا كان في قمة المناخ، قمة باريس اللي هي من حوالي 7 أو 8 سنين، اللي كان فيها تعهدات مهمة جدا لحماية المناخ وحماية البيئة، وكان الرئيس بالمناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاضرها، وهو خرج التعهدات كبيره من هذه القمه، لكن للاسف الشديد العالم او الدول الكبرى لم تلتزم بمعظم هذه التعهدات. وجرى بل يعني بعدها بسنه واحده لما جه او سنتين دونالد ترامب رئيس الامريكا انسحب من اتفاقيه باريس، لكن الرئيس الجديد جو بايدن عاد للالتزام بهذه الاتفاقيه. شفنا في نوفمبر الماضي كاب 26 في جلاسكو في اسكتلندا، وكان مؤتمر في غايه الاهميه، وكان فيه صراع كبير جدا بين دول العالم حول من الذي يتحمل فاتوره اصلاح الظواهر المناخيه التي تهدد العالم يعني بتهديدات خطيره جدا. ونعلم تماما انه المؤتمر الجاي في نوفمبر الجاي في هيكون في شرم الشيخ مصر. المشكله الكبيره هي ان الذين يتسببون في يعني دمار الكوكب او المسؤولين الرئيسيين لا يريدون ان يتحملوا التكلفه. الصين والولايات المتحده، الصين هي المتسبب الاكبر الان، الولايات المتحده هي المتسبب التاريخي في التلوث، الدول الصناعيه الاكثر تصنيعا هي الاكثر تلويثا للبيئه والاكثر تسببا في ظاهره التغير المناخي. أنا بذكر هنا كلمة الرئيس فعلا في مؤتمر شرم الشيخ الماضي، في مؤتمر منتدى شباب العالم، لما اتكلم أن مصر من أقل الدول تأثيرا أو تسببا في أضرار مناخية، لكنها من أكثر الدول المهتمة بمناقشة القضايا المناخية. بأكد طبعا قارة أفريقيا حضرتك كلها لا تتسبب في أكثر من 2% من التغيرات المناخية العالمية أو الانبعاثات التي تسبب التغيرات، في حين ان هي الاكثر تعرضا وتضررا من الظاهره. المفروض الدول المؤتمرات الدوليه المتلاحقه اقرت حزمه تمويل منها 100 مليار دولار للدول الفقيره او الدول الاكثر تاثرا، لم يتم الالتزام بهذه الاموال حتى هذه اللحظه. وبالتالي مؤتمر كاب 26 حاول ان يعالج هذا الامر، نجح جزئيا. الامل الكبير ان مؤتمر شرم الشيخ يستطيع ان يصل الى حلول لهذه الظاهره الخطيره. نعلم انه العالم كله بيقول ان احنا المفروض نرجع 4 درجات، نرجع لدرجه الحراره اللي كانت موجوده من بدايه العصر ما قبل عصر الفحم اللي هو الوقود الاحفوري الذي تسبب في هذه الظاهره. هل يستطيع العالم ان يلتزم بده؟ انا شخصيا من خلال المتابعه والقراءه اشك كثيرا، لانه عشان تلتزم بهذا المعدل لازم الدول دي تعمل تنميه نظيفه. تقدم هيتكلف فلوس كثيره، فبالتالي السلع الرخيصه اللي بيبيعوها لنا مش هتتباع سلع رخيصه. بالظبط. وبالتالي لازم الناس دي تاخد قرار او تؤمن انه تكسب قليلا مقابل ان تحافظ على الكوكب باكمله، او تواصل النهم والطمع والشره الظاهره اللي موجوده والكوكب باكمله يتعرض لاخطار وتهديدات جديده. بس الكلام اللي حضرتك بتقوله خطير جدا، لانه دايما بيجي على بالي سؤال انه اذا كانت الدول العظمى الاكثر تاثيرا لانها دول صناعيه، ما هي كمان هتكون الاكثر تاثرا؟ يعني سؤالي زي ما احنا بنقرا كمان انه حتى مصادر الطاقه البتروليه دي في سبيلها الى النفاذ في خلال 50 سنه، فالعالم كله عارف. فهل سؤالي تحديدا، هل التغيرات التكنولوجيه بتفرض علينا طاقه نظيفه،
ولا دي برضو ما زالت رفاهية الشعوب محتاجة تحسم قرارها فيها؟ الاقتصاد للأسف هو اللي بيوثر، هو اللي بيجيب على هذا السؤال، بمعنى ان لما حضرتك تعملي تقدم يكلفك سلعة تكلف انتاجها 100 جنيه او 100 دولار بطاقة نظيفة، بالطاقة النظيفة، لو عملتيها بطاقة الفحم او الطاقة الاحفورية هتكلفك 40 دولار بالزبط. فبالتالي بيبقى في مكسب 60 دولار. ترامب وواحد زي الرئيس البرازيلي جاييرو بولسونارو، الراجل بيقطع الغابات الامازون بشكل رهيب. تقطيع الغابات ده بيؤدي الى ايه؟ الغابات بتمتص غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي قطعها بيساعد في زياده غاز ثاني اكسيد الكربون. فانت بتندفعي كعالم بسرعه قصوى جدا الى دمار الكوكب، لانه الاغنياء او المستفيدين من هذه الظواهر لا يريدون ان يتخلوا عن المكاسب بتاعتهم. فبالتالي للاسف الشديد التقديرات بتقول انه لن يفيق العالم الا على وقع يعني كارثه كبرى لا قدر الله، او ان تحصل معجزه والناس تدرك انه يعني عمار ومستقبل هذا الكوكب وسلامته وامنه بالزبط. يتطلب من الجميع ان يتخلى قليلا عن انانيته وجشعه. او اسال برضو حضرتك سؤال بطريقه اخرى، انه او ان الصراع الصيني الامريكي، الصراع الاقتصادي بالاساس، ممكن ان يكون يعني احدى وسائل الضغط هي الضغط من اجل الطاقه النظيفه. هل تتوقع سيناريو كهذا في ظل الاداره الامريكيه الجديده؟ لا اظن، للاسف الشديد هذا الامر. الصراع بينهم ليس حول الطاقه النظيفه، الصراع بينهم حول من يقود العالم ومن يظل هو الذي الاكثر تقدما اقتصاديا والاكثر دخلا. لكن لم نرى اطلاقا انهم يتصارعان على من يريد ان يكون الاكثر نظافه في البيئه. كل التعهدات اللي طلعت من القمم العالميه، اقصد انا بقصد فرض عقوبات، فرض يعني قرارات اكثر حسما، اكثر الزاما، ده اللي بنتوقعه من من الذي يستطيع ان يجبر امريكا والصين ان تتراجع وتتخلى. للاسف الشديد لا توجد منظمه عالميه تبلغ قرارات نافذه واجراءات او قوات امميه تستطيع ان تجبر هذه البلدان، او على الاقل اجراءات واليات تجعلها يعني تلتزم بهذه الاجراءات. وبالتالي اغلب الظن انه التعهدات الكثيره التي صدرت من العديد من الدول الكبرى الاكثر تصنيعا، وهي تقريبا امريكا، الصين دلوقتي، امريكا، الهند، روسيا، اوروبا مجتمعه، هي دي الدول اللي لانه الصناعات، التقدم الصناعي بالشكل الحالي بتاعه وبالطاقه بتاعته بيؤدي الى مزيد من الانبعاثات الغاز الدفيئه وغاز الميثان. الغاز النظيف بيحتاج تكلفه اكثر. هل على سبيل المثال، هل لو احنا قررنا ان احنا نندفع الى الطاقه المتجدده التكلفه بتاعتها عاليه، حينما تكون هذه التكنولوجيا باسعار رخيصه، انا اظن ان وقتها ممكن الناس تبتدي تتخلى عن التصنيع الذي يتسبب في مزيد من الانبعاثات الكربونيه. اذا يعني يبدو كده انه لا نريد ان نكون يعني متفائلين اكثر من اللازم من التزام العالم، لكن حتى بحسب تصريحات القاده في قمه محيط واحد بتحدثوا عن التزامات طموحه وثابته.